عشتنا ونهمها غربتنا وجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا بعد العمر وإدراك المنى وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزدنا يوم القيامة على رؤوسنا وساكن بها يا رب موازين حسناتنا وعاكم بركاتنا علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون لا تفرق بيننا وبينه حتى تذكرنا بركته وتاوينا الى جواره الكريم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك الرفيقا اللهم انا امنا به صلى الله عليه وسلم ولم نر فمتين اللهم في دارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا بعد طول الامر بإدراك كنا على ملته وعشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلح وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حول الأسرار وأسرنا بكأس العوفاء ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وعتم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم يا أن توفى اللهم إنا نشهد به إليك إذ هو أوجه شفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشهو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخلفات ونعم المشتكى إليه أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك أنت وكن في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم من تصف فلا تبعدنا وفي بابك نكف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا الله ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشفع لنا ولا الخير معالنا وحقق بزيادة أعمالنا واختم بسعادة عجالنا هذا سلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فاتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسرور إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالاجنه في بطون امهاتها اكتب بنا في قضائك وخليك لطيفا يليق بكرمك يا ارحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا واهلك الكفر اعداءنا وامننا في اوطاننا وامننا في اوطاننا وامننا في اوطاننا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغلبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم ببشوق القلب إن السجود لك يا سيدي بغير جود بك يا الله يا جليل فلا شيء يدانيك في غليظ
الموهود بكرسي المكلف بالنور إلى عرشك العظيم المجيد بما كان ذات عرشك حقا قبل أن تغلق السماوات والصوت الرود زاك إذ كنت مسلما لم تزل قط إلها أردت بالتوحيد فجعلنا من المحبين المحبوبين المقربين العاشقين لك يا الله 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 يا ودود رحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين.